السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا من جديد في كورس CMA بارت 1. مكملين مع بعض إن شاء الله محاضرات حل الأسئلة، وميعادنا النهاردة إن شاء الله مع يونت 4 سب يونت 2 فاندمنتال كونسبت أوف انتجريتد ريبورتنج. موضوع انتجريتد ريبورتنج زي ما اتفقنا موضوع سهل مباشر جدا، ما فيهوش غموض، أسئلته سهلة ما فيهاش أي غموض تماما. مطلوب من حضرتك تقرأ الموضوع من الكتاب مرة واحدة بفهم وترجمة، وتتأكد إن ما فيش مصطلح واقف قدامك في الكتاب أنت مش فاهمه، لأنه لو واقف قدامك في الكتاب هاجي يقف قدامك هنا في السؤال ومش هتعرف تحل. اتفقنا؟ يلا بينا نبدأ على طول ما نضيعش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو سب يونت 2 فاندمنتال كونسبت اوف انتجريتد ريبورتنج. كويستشن 1: The fundamental concept defined by the International Integrated Reporting Council اللي هو مين؟ الـ IIRC. مالهم بقى الناس دي؟ قال لك ان احنا عاملين ثلاثة fundamental concept. ايه هما؟ طبعا احنا عارفين كويس في الكتاب ايه هما؟ الـ value creation process والـ A والـ 6 capitals. دول الثلاثة fundamental concept اللي موجودين في الكتاب عندنا. تعال ندور عليهم. ادي اول حاجة هو value creation، صح؟ Value Creation Process and 6 Capitals. يبقى إذن الإجابة دي صحيحة، هم دول الثلاثة Fundamental Concept اللي يخصوا الموضوع بتاع Integrated Reporting وطلعوا من الـ IIRC. يبقى الإجابة الصحيحة هنا إجابة رقم A. تعال كده نشوف رقم B: Business Activity Value Creation and Materiality. البيزنس اكتيفيتي دي من الكونتنت اليمنت، من العناصر المحتوية او الموجودة جوه الانتجريتد ريبورت، ما هياش من الفاندمنتال كونسبت. الفاندمنتال كونسبت هم الثلاثة دول بس. طيب 6 كابيتال: بيزنس موديل، اكسترنال انفيرمنت. البيزنس موديل والاكسترنال كابيتال دول من الايه؟ برضو من الكونتنت اليمنت، مش من الثري فاندمنتال كونسبت. طيب عندنا external environment، business model، materiality برضو نفس القصة، دول من content element. يبقى الثلاثة fundamental concept هما value creation process and 6 capitals. يبقى الإجابة الصحيحة رقم E. سؤال رقم 2: The fundamental concept of integrated reporting as defined by IRC. هو نفس السؤال، ما احنا عارفينهم خلاص: value creation process، 6 capitals. اهم إجابة رقم B: value creation process and 6 capitals. التلاتة دول هم التلاتة الـ A الفاندمنتال كونسبت اللي تعرفوا من الـ IIRC. سؤال رقم 3: Which statement about value creation is false؟ إيه من الأربعة statement اللي جايين دول الـ value عن الـ value creation خاطئة؟ تعال نشوف. Value creation is one of three fundamental concept of integrated reporting. طبعا احنا عندنا هما كام concept؟ ثلاثة: value creation process، 6 capital. هي واحدة من الثلاثة، يبقى دي صحيح. طيب value creation هنا because externalities اللي هي الاطراف الخارجية او العوامل الخارجية of value creation do not affect organization. ازاي الكلام ده؟ ازاي ال externalities او العوامل الخارجية do not affect organization؟ لا طبعا بتأثر في organization. they should not be included in integrated report، ولازم تكون included في integrated report. يبقى انا شايف ان اجابة رقم B دي هي دي الجملة الخاطئة اللي ليها علاقة بال creation value او value creation. يبقى غالبا B دي هتكون الاجابة الصح. ولكن تعال نشوف C: Value created for others that is considered material should be included في الانتجريتد ريبورت. كلام جميل. اي value created لأي حد لو هي material او ذو اهمية نسبية لازم تصار في الريبورت. طيب value is created both for organization as well and the external environment. كلام سليم، انت الشركة بتقدم value لنفسها وللأطراف الخارجية. يبقى اذن الجملة الخاطئة هنا الفولس هي اجابة رقم B. سؤال رقم 4: What is not one of six capitals defined in the II framework. ايه هما six capitals؟ ست انواع من الكابيتال كانوا موجودين على ما اتذكر: financial capital، manufacturing capital، natural capital، intellectual capital، human capital، وsocial relationship capital. هما دول الستة. طيب ايه من اللي انا قلتهم دول؟ اي ايه من الاربعة اللي قدامنا دول مش من الستة؟ تعال نشوف. اول حاجة كده environmental capital، انا ما قلتش حاجة اسمها environmental capital، انا قلت natural capital، صح؟ يبقى اذا ما فيش حاجة اسمها environmental capital. في manufacturing capital في social and relationship capital في intellectual capital ولكن ما فيش حاجة اسمها environmental capital. ولكن اسمه ايه؟ اسمه natural capital، رأس المال، الحاجات الطبيعية او الموارد الطبيعية. يبقى اجابة رقم A هي الاجابة الصحيحة. سؤال رقم 5: Which statement about capitals is false. احنا عارفين ان هم ست انواع كابيتال اللي هم 6 كابيتال. ايه منهم false من الاربعة دول؟ ايه من الاربع جمل دول جملة خاطئة؟ تعال نشوف. The capital can decrease يزيد يقل قصدي or increase يزيد
or be transferred due to the regular course of business. كلام صحيح. أي capital من الستة ممكن يجي عليه وقت يزيد أو يقل أو يترانسفير يتحول، يعني مثلا financial capital ممكن يتحول يبقى manufacturing capital. صح، يبقى أول واحدة دي صح. ماشي، تاني واحدة value can be created in any of six capitals and is not necessarily measured in financial capital. كلام جميل. اي value في الدنيا بتظهر في صورة capital وممكن يكون واحد من الستة ومش شرط يكون financial capital. كلام صحيح. طيب an integrated report does not have to be structured along the six capital. كلام صحيح. احنا عرفنا معلومة مهمة قوي ان وانت بتعمل integrated report مش شرط يكون متهيكل او متقسم على اساس الستة capital، ودي جملة صحيحة ان هو فعلا not have to be structured along the six capital. طيب every organization should address the six capital in its integrated report. غلط، هي دي الجملة غلط. ليه بقى؟ مش كل شركة او كل الشركات مش لازم تاخد الستة capital بالظبط وتحطهم في الانتجريتد ريبورت. ممكن يكون في بعض الكابيتالز مش موجودة عندك في شركتك، قد يكون انت مثلا سيرفيس انتيتي ما عندكش مانيفاكتشرنج كابيتال، يبقى اذا مش بالضرورة تستوعب الستة سكس كابيتال كلهم عندك فين في الريبورت بتاعك. يبقى فين الجملة الخاطئة؟ اجابة رقم دي هي الجملة الخاطئة، مش لازم اخد الستة كلهم واحطهم في الريبورت، اخد اللي متوفر عندي في الشركة بس. يبقى اجابة رقم دي. سؤال رقم ستة in an integrated report what is the difference between، ايه الفرق ما بين output of business activity and outcome. ايه بقى الفرق ما بين الاوتبوت وما بين الاوتكم؟ احنا عارفين كويس قوي ان احنا كان في عندنا حاجه اسمها ايه، كونتنت اليمنت، ومن في الكونتنت اليمنت ده كان عندنا الاوتبوت والاوتكم والانبوت والبزنس اكتيفيتي والكلام ده. عايزين نعرف بقى هنا ايه الديفرنس بين الاوتبوت اوف بزنس والايه والاوتكم. بص الاوتبوت اوف بزنس هي المنتجات اللي البزنس بينتجها، سواء بيطلع برودكت يطلع سيرفيس ان شاء الله حتى يطلع سكراب او ويست. طيب ايه الاوتكم؟ الاوتكم او النواتج بقى هي تاثير الاوتبوت اللي طلعت على الكابيتال، يبقى هو ده الايه الاوتكمز. يعني انت انتجت منتج وحطيته في المخزن، طب ما كده مع فين بقى الاوتكمز؟ طب خدت وبعت وجبت فلوس زودت بيه الفاينانشال كابيتال، ده بقى اسمه الاوتكم. اتفقنا؟ يبقى اذا الاوتبوت هي مخرجات البيزنس، اما الاوتكم هو تاثير المخرجات اللي طلعت دي على الكابيتالز. تعال ندور على الكلام ده هنا، تعال نشوف الاوتبوت ار ريزلت فروم ا فيزيكال برودكت او باي برودكت او ويست. صح، ولكن الاوتكم ار انتنجبل ريزلت، الاوتكم نواتج غير ملموسه. لا، كلام مش صحيح. الاوتبوت ار ريزلت ان ذا فورم اوف برودكت او سيرفيس، والاوتكم ار ذا ريزلت ميجرد ان فاينانشال كابيتال تيرم، ولكن الاوتكم بتتقاس بس بالفاينانشال كابيتال. لا مش صح. طيب رقم سي الاوتبوت ار ريزلت in the form of all product created والoutcomes are unwanted externalities such as by product and waste. لا طبعا، هو هنا يقصد يقول لك ان الاوتبوت هي المنتجات، اما الاوتكم هي الحاجات اللي محدش محتاجها اللي هي الوست والنفايات والباي برودكت. لا طبعا. طيب output are result in the form of product، بتنتج في صورة منتج او سيرفيس او باي برودكت او وست. كلام صحيح. والاوتكم ار ذا افكت اوف ذا اوتبوتس اون كابيتال. هي دي الاجابه الصحيحه، والاوتكم هي تاثير الاوتبوت على الكابيتال، هل زودت لنا الكابيتال ولا نقصته. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هي رقم دي، ده الفرق ما بين الاوتبوت والاوتكم. سؤال رقم سبعة A company's social license to operate is the result of the A. السوشيال لايسنس بتاعت الشركه او الرخصه اللي الشركه بتمارس بيها المهمه بتاعتها. طيب انا النهارده المفروض ان انا بطلع اوتبوت، الاوتبوت دي بيبقى ليها تاثير عندي على الكابيتال، وانا عندي نوع من انواع الكابيتال اسمه سوشيال ريليشن شيب، فلما انا اخد الاوتبوت يتاثر على السوشيال ريليشن شيب فده الاوتكم بتاعي. صح، يبقى اذا وجودي في وسط المجتمع وان انا اشتغل ده الايه؟ ده الاوتكم اوف انتراكشن ويز كاستمر، انا عملت انتراكشن مع الكاستمر، تفاعل مع العملاء، اديتهم منتجات وخدمات عظيمه ورائعه، فحصل اوتكم او حصل نواتج. الاوتكم او النواتج دي هي الايه؟ سوشيال لايسنس تو اوبريت. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هنا اجابه رقم اي، اوتكمز اوف انتراكشن ويز كاستمر، النواتج بتاع تفاعل الشركه مع العملاء. سؤال رقم 8 Which of the following is included in the integrated report؟ ايه من اللي جاي ده included في الانتجريتد ريبورت؟
social and relationship capital but not negative externality. هل لازم السوشيال اند ريليشن شيب كابيتال يكون موجود؟ هو على فكره ممكن يبقى موجود او مش موجود، ولكن انا لو انا عندي حاجه نيجاتيف لازم احطها في الايه، في الاكسترنال ريبورت، في الانتجريتد ريبورت، ومش هقول نوت نيجاتيف اكسترناليتيز، العوامل الخارجيه السيئه او السلبيه لازم تتحط كمان في الريبورت، يبقى دي مش صح. طيب only financial manufacturing and intellectual capital، ليه قلت only؟ طب ما كان financial capital اه، manufacturing capital اه، intellectual capital اه، ليه حصرتهم في only بس؟ يبقى اجابه رقم ب مش صحيحه. material value created for other and externalities، اي value created لاي حد لو هي material او ذو اهميه نسبيه احطها في الانتجريتد ريبورت. يبقى انا شخصيا شايف ان سي صح، لان اي فاليو كرييتد لو هي ماتيريال او ذو اهميه نسبيه يبقى تتحط فين؟ في الريبورت. يبقى اجابه صحيحه رقم سي. تعالى كده شوف رقم دي بتقول ايه. فاليو كرييتد فور ذا كامباني بات نوت فور اكسترنال انفيرمنت. ليه يا عم ما تحط كله؟ اي فاليو كرييتد سواء للشركه او للاكسترنال انفيرمنت طالما هي ماتيريال لازم تتحط فين؟ في الريبورت. يبقى الاجابه الصحيحه اجابه رقم سي. سؤال رقم 9. The six capital defined in IIR framework include ايه؟ تعال نشوف. Environmental capital, political capital، ما فيش حاجة اسمها كده أصلا. Manufactured، أيوة صح. Environmental للأسف ما فيش حاجة اسمها environmental capital. Financial capital صح. Non-financial capital، ما فيش حاجة اسمها non-financial capital. Intellectual capital صح. Human capital صح. أيوة الاتنين دول من الايه؟ من الكابيتالز الصحيحة اللي موجودة عندنا. إجابة رقم دي. أما كل واحدة من دول فيها أنواع كابيتال مش موجودة من ضمن السكس كابيتال اللي اتعرفت في الفريم ورك بتاعتنا. يبقى الإجابة الصحيحة رقم دي. سؤال رقم 10. According to the IR framework value creation depend on source known as capital. طبعا ال value creation بتعتمد على الموارد اللي احنا بنسميها ايه؟ capital. ماشي. Which of the following is true statement about capital. ايه الجملة الصحيحة هنا ليها علاقة بالكابيتال؟ Every company should address the six capital in its integrated report. لا غلط طبعا. Should ليه يعني يجب ان انا احط الستة كلهم؟ افرض في منهم انواع capital مش عندي. طيب the capital are affected by the regular course of business. كلام صحيح. الريجولار بيزنس بتاع الشركه او البيزنس الطبيعي بتاع الشركه بيأثر في الكابيتال. يبقى اذا الاجابه رقم بي هي الجمله الترو، ولكن تعال نشوف الباقي. value is necessarily measured in financial capital. مش necessarily على فكره، مش بالضروره ان اي value تتقاس بfinancial capital، ممكن اقيسها بmanufacturing capital مثلا. طيب يبقى دي مش صح. value creation occur only when the total of capital increase. الفاليو بتحدث لما توتال الكابيتال انكريز؟ لا طبعا مش شرط، لان الفاليو هي بتحدث هتؤدي الى ان بعض انواع الكابيتال هيحصل لها ديكريز وبعض انواع الكابيتال هيحصل لها انكريز. فمثلا ممكن الفاينانشال كابيتال يحصل له ديكريز والمانيفاكتشر كابيتال يحصل له انكريز، انما مش شرط ان التوتال اوف كابيتال كلهم انكريز. اتفقنا؟ يبقى اذا لحد دلوقتي الجمله الصحيحه the capital are affected by regular course of business، ان الكابيتالز بيتاثروا بالبزنس الطبيعي بتاع الشركه. اجابه رقم بي. سؤال رقم 11. سؤال رقم 11 بيقول ايه بقى؟ According to the International Integrated Reporting اللي هي الـ IIRC، مالها بقى؟ Manufacturing capital is a source of value creation for a company. صحيح المانيفاكتشرنج كابيتال ده شكل من اشكال السورس اللي موجوده في الشركه او الموارد اللي موجوده في الشركه اللي الشركه بتستعملها في ان هي تكريت فاليو. ماشي. Manufactured capital ماله بقى؟ consist of environmental resource used. لا طبعا ال environmental resource دي هي ال natural capital. طيب is obtained through financing. مش شرط على فكرة ان ال manufactured capital يجي من خلال التمويل والديون والقروض. manufactured capital need not be owned. مش شرط يكون بمتلكه. اه صح. عارف ليه؟ لان من ضمن المانيفاكتشر كابيتال بتبقى مثلا الرودز او الطرق، البورد او المواني، الطرق السريعه، الريلوي، السكك الحديد، الكلام ده كل الكلام ده كله بالنسبه لك مانيفاكتشر كابيتال، ومش شرط ان انت تكون بتمتلكه، المهم ان انت يكون بتقدر تستنفع بيه. يبقى لحد دلوقتي اجابه سي صحيحه. must be presented in an integrated report. على فكره مش must ولا حاجه، لو انا شركه وما عنديش manufacturing capital مش ضروري ان انا احطه في الانتجريتد ريبورت. يبقى اذا الاجابه الصحيحه لحد دلوقتي ليها علاقه بالmanufacturing capital اللي هو need not be owned، مش بالضروره اكون بمتلكه، ممكن اكون عندي اكسس ليه او بستعمله وبستفاد بيه ولكنه مش ملكي. يبقى الاجابه الصحيحه رقم سي. سؤال رقم 12. An economic condition
الظروف الاقتصادية may affect a company's ability to create value. كلام صحيح، الظروف الاقتصادية ممكن تأثر على قدرة الشركة في النهاية create value. It is an example of which influencing factor. It is an example of which influencing factor. ايه من الكلام دوت بيأثر عليه او من الظروف الاقتصادية بيأثر على ازاي الشركة تكريت فاليو. هل الجفرنس؟ الجفرنس على فكرة مش حاجة اكسترنالي، مش حاجة اكسترنال او ليه، لان هو يقصد هنا الايكونوميك كونديشن او ظروف اقتصادية. الجفرنس ده حاجة من داخل الشركة. طيب external environment، ايوه البيئة الخارجية، صحيح البيئة الخارجية او التغيرات في external environment هي example من او مثل من الامثلة اللي فيها حاجات economic condition بتأثر على قدرة الشركة في نهاية create value، يبقى external environment دي صح. strategy and source allocation ده حاجة internally داخل الشركة، دي الاستراتيجية بتاعت الشركة. performance ده حاجة internally داخل الشركة، يبقى إذن governance internal، strategy and source allocation internal، performance internal، ما عدا external environment هي اللي حاجة external، وبالتالي تعتبر example من ضمن الفاكتورز اللي بتأثر أو من ضمن الفاكتورز اللي تعتبر economic condition، يبقى الإجابة الصحيحة هنا إجابة رقم B. سؤال رقم 13. The fundamental concept defined by the integrated reporting council include، هم ايه هم الفاندمنتال كونسبت؟ كانوا ثلاثه اعتقد شفناهم في الاول، فاليو كريشن، فاليو كريشن بروسيس، 6 كابيتالز. ايه من الثلاثه دول موجوده هنا؟ governance لا، فاليو كريشن guiding principle لا، content element لا. يبقى اذا الثلاثه فاندمنتال كونسبت، واحده منهم اهي اللي هي الفاليو كريشن، يبقى اجابه رقم B. سؤال رقم 14. value creation، مالها بقى الفاليو كريشن؟ هو عايزك تقول له جمله ليها علاقه بالفاليو كريشن. فاليو كريشن از ان افكتد، مش بتتاثر بالاكسترناليتيز، بالعوامل الخارجيه، بيكوز ذي ار نوت انكلودد في الانتجريتد ريبورت. لا طبعا كلام خاطئ، بتتاثر طبعا بالاكسترناليتيز، والاكسترناليتيز برضو انكلودد في الانترنال ريبورت، في الانتجريتد ريبورت مش نوت انكلودد ولا حاجه. طيب value creation is always measured in financial term، مش بالضرورة، ممكن تكون بالmanufacturing capital، ممكن تكون بالintellectual capital، ممكن تكون بالnatural capital. طيب value creation for others is not included in integrated report. لا طبعا اي value created سواء للشركة for itself or for others لو هي material تبقى included في integrated report. طيب value creation depend on source affected by the regular course of business. ال value creation معتمدة على الكابيتالز اللي هم السورس او الموارد اللي كده كده affected by regular course of business. ايوه ال value creation dependent على الكابيتال، عندك كابيتال هتعمل value، ما عندكش كابيتال مش هتcreate value، والكابيتالز بكده كده affected by regular course of business، يبقى اذا الاجابة الصحيحة هي اجابة رقم D. سؤال رقم 15. One of six capitals defined in integrated reporting is، شايف دول فيهم واحد من الستة بتوعنا، product capital لا، natural capital هو ده، own the capital مفيش حاجة اسمها كده، equity capital مفيش حاجة اسمها كده من ضمن الـ six capital، يبقى إذن الإجابة الصحيحة إجابة رقم B، إن natural capital ده واحد من الستة. سؤال رقم 16. Which statement about the capital in an integrated report is true؟ ايه جملة من الجمل دول regarding الايه الكابيتال هي جملة صحيحة؟ تعال بينا نشوف. اول حاجة، the change in value of a capital must be disclosed in supplement to integrated report. The change in value of the capital يعني تغير قيمة الكابيتال must be disclosed، يجب الافصاح عنها في تقرير supplement مصاحب للانتجريتد ريبورت. انا ما قلتش الكلام ده خالص ولا اعرفه ولا قريته، انا اللي اعرفه ان الكابيتالز دول بيستخدموا في ان حضرتك بتكريت فاليو، في منهم كابيتال ديكريز كابيتال انكريز عشان يؤدي الى فاليو، ولكن لما اجي اقول لك هنا ان الفاليو هنا اللي تشنج في الفاليو الديكريز والانكريز لازم يوضح في supplement تقرير مصاحب للانتجريتد ريبورت، لا كلام مش صحيح. طيب the capitals are not affected by regular course of business، لا طبعا الكابيتال affected by regular course of business بتتأثر بطبيعة البزنس. طيب value can be created in any of six capitals and is always measured in dollar، مين قالك ان الفاليو دايما بتتقاس بالدولار؟ الفاليو ممكن تحصل بأي واحد من الستة كابيتال ولكن مش دايما بتتقاس بالدولار، يبقى دي برضو مش صح.
طيب an integrated report does not have to be structured based on six capital. ايوه دي جمله صحيحه، لان احنا قلنا ان وانت بتعمل integrated report مش لازم هيكل الريبورت يكون مبني على الستة كابيتال. يعني تبدا الريبورت كده تقول بسم الله الرحمن الرحيم السكس كابيتال بتوعي اهم، وتبدا تنص على السكس كابيتال في الريبورت ويبقوا هم الهيكل بتاع الريبورت. لا طبعا، يبقى اذا اجابه رقم دي اجابه صحيحه، ان الريبورت مش لازم يكون structured based على السكس كابيتال. سؤال رقم 17. Outcomes are an element of value creation process. ماشي. The RE احنا قلنا ايه هي الoutcome؟ قلنا الoutcome هي الإفكت بتاع الoutput على الكابيتال. الoutput تطلع تعمل إفكت على الكابيتال، هو ده الايه؟ الoutcomes. تعال ندور عليها فين. Result of business activity، لا، لأن result of business activity هي الoutput، لأن البيزنس اكتيفيتي بياخد الانبوت يحولها إلى output. ماشي، مش outcome، أنا بدور على الoutcome. Controlled by the organization، مش بالضرورة على فكرة إن الoutcome تكون بمزاج الشركة. الاوتكم هي الايفكت اوف اوتبوت وانا سكس كابيتال. ايوه كده يا عم، هو ده اللي انا عايزه. الاوتكمز او النواتج هي التاثير بتاع المخرجات على الايه؟ على الكابيتال. يبقى اذا الاجابه رقم سي هي الاجابه الصحيحه. برودكت اور سيرفيس، لا، دي الاوتبوت. الاوتكم هي الايفكت اوف اوتبوت على سكس كابيتال. الاجابه رقم سي. سؤال رقم 18. According to integrated reporting framework، the six capital are affected by the A. ايه هي الحاجه اللي بتتأفكت بيها الايه؟ السكس كابيتال. طبعا احنا عمال كل شويه نقول لك ايه سكس كابيتال affected by regular course of business، سكس كابيتال affected by regular course of business. دور عليها هنا. هل السكس كابيتال affected by outcome of interaction with customer؟ هي affected بالoutcome ولكن مش بالinteraction with customer، هي affected بالoutcome على الايه؟ السكس كابيتال. طيب هل هي affected by the financial return to the provider؟ هل بتتأثر بالعائد المادي للبروفايدر؟ هو احيانا الفاينانشال ريتيرن تو بروفايدر بيأثر على الفاينانشال كابيتال، ولكن هنا هو كلامه كله عن السكس كابيتال كله. طيب هل بتتأثر بالريجولار كورس اوف بزنس؟ ايوه هي دي اللي احنا بندور عليه، ان السكس كابيتال بيتأثروا بالريجولار كورس اوف بزنس او طبيعة البزنس بتاع الشركة. يبقى اذا الاجابة الصحيحة اجابة رقم سي. سؤال رقم 19. في سؤال رقم 19 بيقول لك ايه بقى؟ According to the IIRC، طبقا للانترناشونال انتجريتد ريبورتنج كونسيل، عايز ايه بقى؟ Natural capital is a source of value creation. كلام صحيح. طيب يا ترى ايه هو Natural capital؟ ايه من اللي جاي ده يقصد بيه Natural capital؟ Natural capital هنا بيقول لك is ايه؟ A non-renewal غير قابل للتجديد. لا طبعا، Natural capital renewable و non-renewable. يعني عندك مثلا البحر والشمس والهواء والرياح، ما الكلام ده كله ناتشرال كابيتال، وبيأثر برضه في ايه؟ في السكس كابيتال، زي ان واحد منهم اللي هو ناتشرال كابيتال والرينيوال. صح، يبقى مش بالضروره يبقى انا رينيوال. طيب ايه تاني؟ از اوبتيند ثرو فاينانسنج، مش شرط على فكره. يعني اذا الناتشرال كابيتال مش لازم تروح تعمل فاينانس عشان تشتري. consist of environmental resource، بيتكون من موارد بيئيه. ايوه، الناتشرال كابيتال بيتكون من الانفيرمنتال ريسورس، الموارد البيئيه المحيطه بيك. يبقى اذا الاجابه سي هي الاجابه الصحيحه. تعال كده نشوف دي. must be presented in an integrated report، خلي بالك هو ممكن يظهر في الانتجريتد ريبورت بس مش must، مش اجباري، ممكن يظهر او ما يظهرش. يبقى اذا الاجابه الصحيحه اللي ليها علاقه بالناتشرال كابيتال هي ايه؟ consist of environmental resource. سؤال رقم 20. A proper oversight structure may affect a company's ability to create value. هو ايه الحته بتاعت الاوفرسايت دي؟ اوفرسايت ستراكشر يعني هيكل كده بنراقب بيه اللي بيحصل في الشركه عشان نتاكد ان هي ايه بتحقق الفاليو بتاعتها. وده كان من ضمن الكونتنت اليمنت تحت بند اسمه الجفرنس، لو تفتكر فاكرين الكونتنت اليمنت لما كان في اكسترنال انفيرمنت والاوفرسايت، او الاسف الجفرنس ومن تحتها الاوفرسايت، وكان في الاوتلوك والبروسبكتيف والفيوتشر والكلام ده كله. طيب يبقى اذا اقرا معايا ثاني كده، بروفر اوفرسايت ستراكشر، ان يكون عندك هيكل مناسب لمراقبه الافكتس، التاثيرات اللي بتاثر على الكامبانيز ability to create value. ماشي. Which of the following is relevant to content element؟ الكونتنت element بتاعنا اللي هو الاوفرسايت ستراكشر، هل هو الاكسترنال انفيرمنت؟ لا، الجفرنس. ايوه الجفرنس، حوكمه. الحوكمه هنا يا جماعه قلنا ان هي عباره عن ايه؟ A group of policies and procedures and people. بتجيب شويه ناس
بيبول، تديهم شويه بوليسي وبروسيجرز وتقول لهم خدوا ديروا الشركه من خلال البوليسي والبروسيجرز دي. يبقى انت عملت كانك عملت حكومه مصغره، هي دي الحوكمه. من ضمن الحوكمه البورد اوف دايركتور بيعمل ايه؟ يجي البورد اوف دايركتور هنا يعمل اوفر سايت او يراقب الشركه، يشوفها بتحقق الاوبجكتيف بتاعتها ولا لا. يبقى اذا الاوفر سايت او المراقبه ده من ضمن الكونتنت اليمنت اللي هو الايه؟ الجافرنس. ما هوش استراتيجي اند ريسورس الوكيشن ولا هو بيرفورمانس، هو ليه علاقه بالايه؟ بالجافرنس. سؤال رقم 21 بيقول ايه بقى؟ 21 A leading manufacturer of electric vehicles. واحد مصنع من الناس الرائدة في السوق بيصنع electrical vehicles، سيارات كهربائية. Has accumulated، بيجمع customer driving interaction data، بيجمع شوية داتا ليها علاقة بالinteraction أو التفاعل مع العملاء وهي بتسوق العربيات ديت. بيعملها زي دي through its unique pilot driver assist program. عنده بروجرام معين اسمه ايه؟ pilot driver assist. البروجرام دوت هو اللي بيجمع الداتا دي، والبروجرام ده بيقول لك هنا يونيك. يونيك هنا يعني نادر شوية او خاص بالشركة دي، مش موجود عند اي حد تاني. ماشي. This data will be used to further develop more advanced autonomous features. الداتا اللي هيجمعها دي هتستخدم مستقبلا عشان يطور شوية advanced autonomous او مميزات متقدمة شوية موجودة في الايه؟ في الكامباني بلان تو امبلمنت ان ذا نير فيوتشر، في خطة الشركة عشان تطبقها في المستقبل القريب. On its most probable model، في اكتر موديل بتنتجه شعبي جدا والناس بتحبه. ماشي. In integrated reporting، في integrated report the system used to accumulate and analyze the driving data، اللي هو السيستم اللي كان بيحكي لك عنه فوق ده اللي هو اسمه ايه؟ drive assist program. السيستم اللي هو استعمله عشان يعمل analysis و driving data is best categorized as. بص بقى، المفروض ان هو دلوقتي قاعد بيحكي لك على حاجة مملوكة للشركة. الحاجة دي فكرية، علم موجود للشركة. الشركة عندها سيستم بتعمل بيه analysis و driving data، بتستعمله في ايه؟ ان هي بتجمع معلومات من السوق، والمعلومات اللي بتجمعها دي بتعملها شوية analysis علشان تطور بيها الموست بوبولار موديل اللي هي شغالة عليه او المنتج اللي مشهور بالنسبة لها. الحاجة دي بالنسبة للشركة ايه؟ هل هي human capital؟ لا، ده مش موارد بشرية. intellectual capital، ملكية فكرية، اعتقد ملكية فكرية صح. natural capital، موارد طبيعية. manufacturing capital، capital متصنع، اعتقد لا. الاجابة هنا هي ايه؟ intellectual capital. يبقى انا اقصد ايه هنا بالintellectual capital او الرأس المال اللي هو ملكية فكرية؟ ان انا عندي system مش موجود عند حد، بستعمل system ده ان انا اعمل analysis و driving للداتا عشان اقدر اعمل تطوير في البزنس بتاعي. يبقى ده intellectual capital، ملكية فكرية. يبقى الاجابة الصحيحة اجابة رقم بي. شفت القصة دي كلها؟ هو بيحكي لك السؤال ده وكأنه قصة، وقاعد يحكي لك عن كيس في شركة، وان ازاي الشركة دي عندها حاجة يونيك مش موجودة عند حد تاني، وان الحاجة دي ما هياش ملموسة، يعني مش حاجة مانيفاكتشر كابيتال، والحاجة دي انترنالي داخل الشركة ومش متوفرة عند حد تاني، بتستعملها عشان تطور البيزنس بتاعها. عشان كل ده يسألك في الاخر هي بتمثل انهي نوع من السكس كابيتال، فتطلع هي الايه؟ انتلكتشوال كابيتال او الايه؟ الملكية الفكرية. هنا اتفقنا؟ يبقى الإجابة رقم بي إجابة صحيحة. أعتقد كان الموضوع سهل وظريف، كله يدور حول السكس كابيتالز والأوت كام والأوت بوت. يبقى إذا أنت استنتجت هنا الحاجات المهمة فين. أنصحك بقى بعد ما حلنا شوية الأسئلة دول وعرفت إيه هي الحاجات المهمة، هقول لك نصيحة كده ليك. ارجع للكتاب فورا بعد ما عرفت إيه هي الحاجات المهمة، وهات ورقة بيضة ولخص فيها السب يونت دي، بحيث لما تيجي تقرأها بعد كده تقرأ الملخص اللي أنت عملته ده. طب ليه عملنا الملخص بعد حل الأسئلة؟ لأن الأسئلة هنا هي اللي هتكشف لك إن إزاي ايه النقط المهمة اللي موجودة في اليونتس، فتقدر حضرتك تاخدها فين؟ في الملخص اللي هتعمله. فكرة ظريفة، ممكن نجرب نطبقها، ونبقى نتقابل مع بعض ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية واعرف عملته ايه. تقابل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.